زي ما قلنا لحضراتكم النهارده. خلينا نقول لكم انه هنروح دلوقتي معاكم نشوف احوال المرور وتطبيق بيقول لك طبعا الحصري لقناة تن. وهنبدأ معاك يا ما هتقول لنا كوبري اكتوبر زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي من مدينة نصر للمهندسين بيتحرك. ومن المهندسين لمدينة نصر كمان شغال. ده كوبري اكتوبر. وكوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد كويس. ومن كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين كمان ماشي. صلاح سالم من المطار للكورنيش شغال. وصلاح سالم برضو من الكورنيش المطار معظم كويس ما عدا من 6 اكتوبر الى نفق العروبه واقف شويه. المحور من الشيخ زايد للمهندسين شغال. والمحور من المهندسين للشيخ زايد سالك. بس كده. طيب بس كده ده اهم المحاور الرئيسيه يعني. مش كده؟ طيب. ممكن تتغير طبعا بعد شويه بس ان شاء الله يعني. احنا عندنا طبعا فقرات كتير وفقرات شيقه جدا النهارده. هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع علشان نبدا مع بعض الفقرات الحواريه. خليكم معانا.